المزيد ينضم إلينا الأستاذ مهند الجيار، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة. أرحب بك أستاذ مهند. أهلا وسهلا بفندم، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. قف بنا على آخر ما وصلت له حياة كريمة من منجزات داخل محافظة البحيرة. يمكن حياة كريمة بدأت في محافظة البحيرة في مجرد إطلاق سيادة الرئيس أو دش المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى جمهورية مصر العربية في العام 2019. احنا الحمد لله بننتهي خلال الفترة الحالية من المرحلة الأولى من المبادرة في محافظة البحيرة اللي بتضم 6 مراكز بعدد إجمالي بيصل إلى 42 قرية وحدة قروية، وعدد بيصل لأكثر من 3900 تابع، بعدد مشروعات إجمالي بيصل 8000 مشروع على مستوى محافظة البحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه. يمكن الحمد لله احنا حاليا في مرحلة يعني انتهاء الأعمال بشكل كبير جدا، وأغلب الأعمال وصلت نسب التنفيذ فيها لما يقارب من 70 ل 90%. الشارع وأنت في محافظة البحيرة كيف يستقبل هكذا مؤسسات تبنى وتدشن وهدفها كما أعلن رئيس الوزراء اليوم ومن قبله رئيس الجمهورية هو رفع الحياة ومستوى معيشة الأفراد داخل جمهورية مصر العربية؟ الحقيقة يمكن المواطن في بداية تدشين المبادرة لما استقبل أعمال مبادرة كان عنده حالة من الاستغراب، هل فعلا أنا هلاقي ما يلبي احتياجاتي على أرض الواقع في القرية بتاعتي؟ يمكن بعد فترة من بدء أعمال المبادرة لقى فعلا بشكل كبير أن هذه الأعمال بتترجم بشكل واقعي، ويمكن ده كان سبب رئيسي في ان العديد من المواطنين بقى عندهم حاله من الحماس بشكل كبير ان هم يتطوعوا لمتابعه اعمال المبادره. يمكن دي اول مشروع قومي على مستوى جمهوريه مصر العربيه يكون بيشرك فيه المواطن بشكل اساسي، سواء بدايه من رصد احتياجاته المبدئيه عن طريق المواطن رغباته واحتياجاته، وانتهاء بتنفيذ الاعمال ومتابعته لهذه الاعمال على ارض الواقع. شكرا جزيلا الأستاذ مهند الجيار، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة، كنت معي هاتفيا.